ملي كنت غتمدز انت دابا المكتب يعني عبد ربي دار واحد المبادره حطينا اخبار نرحبوا بالاعدائيه اللي تحقوا هذا النهار وشكرا لكم انكم تحملتم معنا على السفر وكنقول لكم حللتم اهلا ونزلتم سهلا. وهذا السباق الذي هو واحد ونسخه اولى كونتراي وزيز بابا بعد واحد العمل جاد مجهود من خلال مجموعه من الشركاء تحت الرئاسه للسيد العام بني بابا جماعه بابا مجلس الاقليمي لطابا المدير الاقليمي للتربيه والتعليم الاولي والرياضه المديريه الثقافه والتواصل وجمعيات الجمعيه الاقليميه للانديه الرياضيه بالاقليم جمعيه اساتذه التربيه البدنيه بطابا وجمعيه اشكال طابا العدو الريفي. راه كل واحد غادي يوصل بخير وعلى خير. بالنسبه للمسائل الاخرى ان هناك المرافقه التقنيه ديال التايمينغ لي كونترول في كل نقطه يعني كل واحد خص كل العدائين ينتبهوا لي كونترول باش ما نتسبوش في الاقصاء ديال شي واحد. يعني كما كتعرفوا هذه هي النسخه الاولى سباق ايكوتريل وازيستاتا اللي تضافت الجهود ديال مجموعه من الجهات يعني باش تنظم والحمد لله تمكننا من ان نجلبوا يعني ابرز اجهود العدائين اللي كاينين في المغرب وفيهم عدائين اللي لعبوا يعني في بطولات في خارج ارض الوطن. في الختام يعني كنبغي نوجه تحيه خالصه وشكر جزيل للسيد علي صاحب الجهه على اقليم طاطا وكذلك المجالس المنتخبه يعني على المساهمه ديالهم وعلى التضحيه ديالهم دون ان تفوتين الفرصه انني نشكر جزيل الشكر يعني السيد الحبيب ازناق رئيس الجمعيه الاقليميه للانديه الرياضيه اللي بكل صراحه دار واحد التضحيه اللي هي كبيره وطيله يعني 15 يوم يعني قلب على بزاف ديال المسائل منهم يعني الدعم المادي واللوجيستيكي كذلك باش نجح التدوره وكنتمنى ان شاء الله ان التدوره تدوز في احسن الظروف وشكرا جزيلا. هذه المناسبة سنعود نجدد الشكر السيد علي صاحب الجهة على إقليم طاطا المجلس الإقليمي جماعة طاطا مديرية الثقافة والتواصل والشباب المديرية الإقليمية للتربية والتعليم الأولي والرياضة جمعية أشبال طاطا جمعية أساتذة التربية البدنية الجمعية الإقليمية للأندية الرياضة بالإقليم السلطة المحلية.